لأنه على بالي بلي كان متاعب كبيرة حتى لبعض الفيدراليات، كان فيدراليات أسداف اللي ما عندهمش حتى لا مقر ولا ملعب ولا حتى، والإمكانات هذه ضرورية للنجاح ولا لتحقيق طموحات الإرادة وحدها لا تكفي. 2020-2021 لازم له في الباك، لازم نعاود نرجعوا بالنتائج، انه هذا الجهد وهذه الامكانات تزيل الحجج، ما بقاش من بعد قال كل هذا ما هو متوفر فيما يخص هذه المنشآت، الجانب المالي والكتله البشريه موجوده، لازم لها في المقابل تكون فيه النوعيه وتكون فيه النتائج لتشرف ان شاء الله الرياضه الجزائريه.